السلام عليكم إخوان والأخوات، نتمنى تكونوا بخير. هذا الفيديو بغيت نعرفكم فيه على مريوت أو مريوت. مريوت النبتة الطبيعية الصحية والشفائية لجميع الأمراض بحسن استعمالها طبعا، لكن سوء الاستعمال كيؤدي نتائج وخيمة. إذا اللي ما عرفش يستعملها ما يستعملهاش، وما كتستعملش بكميات كبيرة، غير اللي كان منها يكفي، القليل ثم القليل، كما كيقولوا خير الكلام ما قل ودل، دائما ما قل ودل. اللي عنده مريوت أو مريوت كأنه عنده صيدلية طبيعية في البيت. هذه مريوت غادي نقطفها دابا، بغا نستافد من المنافع ديالها. غادي نديرو لي نشرب بها الشاي، لان هي كتصلح للوقاية ماشي حتى يكون المرض. هيا بمثابة صيدلية طبيعية في المطبخ او البيت، كما قلت لكم ما قل ودل. ناخدو غير وريقة واحدة ونديروها في براد ديال اتاي، براد الشاي. بسم الله. غادي نقطف مريوت او مريوت، غادي نولي نعم نديرها في اتاي. هي تقي من عده امراض، ماشي نتسناو حتى يحصل المرض عاد نبداو نداويو بها، هذيك الساعه ما غاديش تقضي لينا شي حاجه. مثلا براد ديال اتاي ندير فيه وريقه بحال هذه، ما نكثرش، لان الا كثرت راه كتولي مضره. الشيء اذا زاد عن حده انقلب الى ضده. كنتمنى اي واحد يستفد من هذا الفيديو هذا، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.